ما عرفتش المهم في ساعة الوحدة على الوحدة خرجت من الدار ما عرفتش انا السرجون ما عنديش انا كاين سرجون واحد في الدار كيدي راجلي سرجون واحد ما عنده باش يسرجي تليفون تيديه انا كنسرجي تليفوني بالليل هو كيديه مع بنهار البريك انا عارفه ولدي كيمشي للبريك علقتها وسديت البوطه من تحت العافيه ما عرفتش كيفاش شعلات بنت في البيت والولد ما عرفتش كيتحرك ما عرفتش في البلاصه شحال العمر ديالهم وحده عنده 19 وحده عنده هو الدري عنده 3 سنين ونص ما عرفتش حتى جيت قلت لك من المدرسه جايبه ولدي تنشوف الناس وخارج البنك بيا نازله من تحت عرفت ولادي سول قلت شنو واقع هنا قالوا لي راه جوج ولاد مساكن تحرقوا في عمش اه تيطمعوني انا طالعه الفوق داغي كنسبق عند الدار تقولوا لي راه ولادك ما كاينش خرجنا ما فيهم والو ولادك لاباس فرحت قلت ماشي مشكل ماشي مشكل الدار بغات تحرق نعطيها الحريقه المهم ولادي يكونوا لاباس طلعت هنا قالت لي راه ولادك مات شدوا لي يدي رجليا باش ما نغوتش وانا كيدموع انا ما كينزلوش باش يقولوا لي سكتي انا بغيت نعرف الدموع علاش ما كينزلش ليا ربي بغيت غير الدموع ينزلوا ليا ما شفتهمش ما شفتش ولادي انا كنت نتسنى راجلي يجي يذبحني تروحي فيهم ما شاف ولكن ما ذبحنيش هذيك اللي قتلني غير ذبحني وخلاني مشى هاد ولادي ولا نعيش هاد الهدم ما عرفتش لا لا دخلوا دخلوا هي دخلوا مستعملوا الدراري تبارك الله عملوا المجهود ديالو بينما قدر لا عصب دخلوا هي انا ومرت ولدي كنعرفوا تنتخبطوا بقيت نقول انايا بحال هكا ما عرفتش انا كنا ما تخليش البوطه ساعه ما عرفنا انا لا انايا في مدينه في بعيده بعيده انا عند جده انا مسافره انا من صدقات وجايه هنا عند ولدي مقابل مرت ولدي غتولد تجاتنا الخبر الصباح هي بعيده عليا وداك النهار وليدي عاد جابهم عدي جاب الوليد هذا اللي مات وجاب الاخر شتهم عاد نهار الحد عاد شتهم مساك الحد الاخر عاد شتهم وليدات ايوا قدر الله الحمد لله شكر الله لا ما شتهمش انا جيت دابا طلعوني هنا نيشان انا ما شتهمش انا بغيت على السبب شنو هو باقي ما عارفه السبب واش وشنو عشاء على الدري ما عرفش انا انا كنت خدام في الخدمه ديالي عيطوا لي قالوا لي راه ولادك ماتوا بسبب اختناق العافيه انا ما صدقتش قلت له شنو كتقول قال لك هادشي اللي كيجي راه البوليس تما كيعملوا الاجراءات ديالهم الشيء اللي وقع مازال ما عرفتش السبب الحقيقي ما عندناش الشارجر عندي الشارجر الواحد ندي معايا الخدمه انا ما كنخليش في الدار الشارجر الواحد البوطه مطفيه حتى حاجه ما كطيب في الدار ما كاين ما بوطه مطفيه كلشي مطفي ما عرفتش باقي لحد الان ما عرفتش السبب العيال كانوا في الدار بوحدهم يعني مشى المراه مشات تجيب العيال من المدرسه يعني قريبه المدرسه شي 10 دقائق يعني العيال كيخرج من وحده ونص هذا الشيء اللي وقع من جات هي تصدمت من لقات الجوقه ولقات هذا ما عرفتش حتى منا شنو هي ما خليت والو في الدار ما خليت لا بوطه لا شي على لا والو ما عرفتش الساعه بالضبط اخاو انا قلت لك انا كنت في الدار كنسمع باللي يعني الدار شاعله فيها كاع حيت انا كتقول لي فهمت كنسمع باللي الدار كتحرك جيت فهمت كنجبر العافيه شاعله تخرج سيدك تخرج فهمت بقيت كنطفي هيدا بالسطوره ديال الماء وكذا كنحاول نطفي العافيه فهمت مع الدراري ديال الحاومه وكذا المهم بقينا كنطفي واجا وكيجا الاطفاء كذا من بعد كنسمعوا يعني بقاو شي عواور من فوق ولا كذا يعني قال لك ماتوا كوبرانينا ولا ما عرف كيفاش ما عرفنا شي كيفاش ما عرفتش انا نقول انا كنت في الدار يعني حتى كنجي كنجبر العافيه يعني شاعل عملت الجو ديالي مع الدراري ديال الحومه كذا وهادي شانقو بنادم يقول ما عرف انا بعدا ما شفت هو فهمتي انا يعني كنت كنمكر سطوري وكذا بحق سيريس كان داخل ما عرفتش شني واقع وبنادم يقول دبر المره اخرى والسلام يعني دابا شانقو بقاو فينا دي الهواء وشانقو باش قطعونا في قلبنا بحق شانقو مكسب والسلام كان مكسب